So half here in northern Kalimantan, and anxiety disorders, and obsessive compulsive and related disorders, trauma and stressors related disorders. صباح الخير أبناء الطلبة. النهاردة هنتكلم عن موضوع خاص بموضوع الـ Anxiety Disorders. ولازم نبقى عارفين إن الـ Anxiety Disorders تضم مجموعة عن الـ Anxiety Disorders, Obsessive Compulsive and Related Disorders, Trauma and Stress Related Disorders. وهنيجي نفصل إيه معنى الكلام ده. In general consideration, في مبادئ عامة لازم نبقى عارفينها عن أي disorder في الجروب بتاع الـ anxiety disorders. أول حاجة often have an early onset teens or early 20s, دايما بيبتدي في سن صغير يا إما عند سن نهاية العشر سنين أو بداية العشرينات, وده معناه إن هو بيبتدي بدري وبيأثر على أداء الشخص. تاني حاجة بنقول إن هو معظم anxiety disorders أكتر في الفيميل منها في الميل, تقريبا الضعف يعني الفيميل تو ميل تو تو وان. إن دايما إحنا في أي مرض بندور على الكورس بتاعه, ليه؟ علشان ده بنتوقع بيه البروجنوزس. anxiety disorders بيبقى ليها waxing and waning كورس over lifetime, يعني أوقات بيزيد أوقات بيقل, متوقف على البرسوناليتي بتاعت الشخص وعلى الضغوط اللي هو بيتعرض بيها وعلى الآثار اللي بتوتر منها. دايما بنقول ان بيهمنا نقيس دايما الإفكت بتاع اي ديس اوردر على الاتشيفمنت بتاع الشخص نفسه. احنا عندنا نوعين من الامراض دايما بيبقى ليهم تأثير او بيعملوا امبيرمنت في الاداء بتاع function, أو كمان في حاجة بنسميها quality of life يعني جودة الحياة. anxiety disorder نفس تأثير النيجاتيف impact على زي depression زي الأمراض المزمنة عضويا زي diabetes mellitus. عندنا في الـ anxiety disorder برضو في general consideration لازم نبقى عارفين ان في عندنا حاجة بنسميها, هل الـ anxiety دايما تبقى disorder؟ لا, لان احنا عندنا في حاجة بنسميها normal anxiety واللي بالعكس بتبقى protective, في عندنا pathological anxiety اللي احنا بنتكلم عليها كـ disorder واللي بتبقى destructive. الـ normal anxiety is adaptive يعني بتخلي الواحد يقدر يتوقف. انا لما يبقى عندي امتحان بيعمل لي قلق فبضطر ان انا اذاكر واركز وابتدي أشوف الوقت الأنسب علشان أقدر أخلص فيه المراجعات بتاعتي قبل الامتحان بفترة كافية, يبقى هنا ديت normal anxiety أو it is adaptive anxiety, ودي تبقى موجودة في response to threat or to the absence of people or object that signifies safety and result in cognitive and somatic symptoms. طيب ال pathological anxiety دي الأنxiety اللي احنا بنسميها بتعمل نوع من أنواع التعطل او الامبيرمنت او اللي احنا بنسميها ساعات ديستركتيف او هانديكابينج. طيب احنا دايما بنقول ان اي حاجه بندور فيها على الريليتد نيورو اناتومي, احنا زي ما قلنا قبل كده في اللاترالايزيشن بتاعه البرين ان الاماجدالا انفولفد
والبروسيسنج اوف ايموشنال سالينت ستيمولاي، اي حاجه فيها نوع من انواع الايموشن زي الفير زي طفنج زي السنس اوف هابينس، بتبقى في عندنا حاجه اسمها الاميجدالا بتبقى ميدييتنج هذه الفيلينجز. عندنا قلنا الميديال بري فرونتال كورتكس دي بتبقى في الموديوليشن اوف افكت، وفي عندنا حاجه بنسميها الهيبوكامبس. احنا دايما بنقول ان الناس اللي هم بيحصل لهم بوست تروماتيك ستريس اوردر او تروما ريليتد ديس اوردر بيبقى هو اتعرض لاكسبيرينس، هذه الاكسبيرينس بتبقى صعب، بيبتدي كل شويه بيحصل له ريفايفل لهذه الـ. في عندنا كمان حاجه احنا بنسميها البرايمري فيرسس سيكندري، يبقى احنا قلنا في باثولوجيكال وقلنا كمان فيرسس نورمال انكزايتي، بنقول برايمري فيرسس سيكندري انكزايتي. البرايمري انكزايتي معناها الحاجات اللي احنا هنقولها في الديسوردرز اللي موجوده دلوقتي. طيب في بعض الانكزايتي ديسوردر ممكن تحصل نتيجه وجود حاجه ثانيه، زي مثلا الناس اللي هم ميديكال كونديشن، الراجل اللي عنده كانسر، او الناس اللي عندهم كرونيك رينال فيلير، او الناس اللي عندهم فشل في الكبد ومستنين يعمل زرع كبد او يعمل زرع كلى اذا كان مريض في الكلى، او اذا كان مريض كانسر وبياخد كيموثيرابي او بياخد ريديوثيرابي، 100% عنده نوع من انواع الانكزايتي على نفسه. بعض الادويه اللي احنا بنسميها مؤثرات عقليه او ادويه الادمان بيبقى ليها نوع من انواع بعضها، لما الواحد بياخد منها بيبتدي يحصل له نوع من انواع الانكزايتي او البانيك اتاك. في بعض الامراض النفسيه في حد ذاتها ممكن تعمل نوع من الانكزايتي سيمتومز، عشان كده بنقول ان بعض حاجات زي بنسميها adjustment disorder، عدم التكيف. عدم التكيف يعني واحد بيمر بظروف صعبة، هذه الظروف الصعبة أساسا بدل ما يفكر ازاي يتوافق معاها وازاي يحلها يبتدي يحصل نوع من أنواع الأنيك. هنا في التيبل دي بنحط كل الأنكزايتي disorders اللي مفروض عندنا حاجة بنسميها specific phobia، كلمة phobia معناها الرهاب، وسبيسيفيك معناه ان انا بيجي لي رهاب من حاجات محدده. في عندنا سوشيال انكزايتي ديسوردر اللي هو الانكزايتي ديسوردر في السوشيال اكتيفيتي. في عندنا حاجه بنقول عليها بانيك ديسوردر، كلمه بانيك معناها الفزع او الهلع. اجورافوبيا معناها الخوف من بعض الاماكن. في عندنا جنرالايزد انكزايتي ديسوردر اضطراب القلق العام، وقلنا ان في عندنا سيكندري انكزايتي زي الانكزايتي ديسوردر جنرال ميديكال كونديشن والسبستانس اندوز ديسوردر والانيكزا ديسوردر نوت اذروايز سبيسيفايد. هل ممكن ان احنا في عندنا دايما بنقول ان هل الديسوردر او الالنس دوت موجود لوحده، ولا هو ممكن كمان يكون مصاحب لحاجه؟ مصاحب لحاجه يعني ايه؟ يعني مثلا الناس اللي عندها فشل في الكلى او عندها كانسر وجاله انيكزايتي ديسوردر، هنا ما نقدرش نقول ان الاول انكزايتي ديسوردر لو حصلت حصل معها ميجور ديبريشن، يبقى هنا في نوعين من الديسوردر موجودين مع بعض او مصاحبين لبعض. زي مثلا وانس انكزايتي ديسوردر از دايجنوز ذس كريتيكال تو سكرين فور اذر سايكاتريك دايجنوزيز سينس ذس فيري كومن فور اذر دايجنوزيز تو بي بريزنت ذس كان امباكت بوث تريتمنت اند بروجنوزيز. يعني احنا لازم نبقى عارفين اذا كان في كوموربيد او لا عشان التريتمنت اللي هناخده والعلاج اللي هنفكر فيه. اي مرض في الدنيا او اي مجموعه من الامراض بنبقى عندنا في حاجه اسمها الابيديميولوجي. الابيديميولوجي دي معناها وبائيات المرض، وبائيات المرض اللي هو يهمنا اعرف نسبه انتشاره، معدل حدوثه، اكتر في الميل ولا في الفيميل، اكتر في السوشيو ايكونوميك كلاس الابر ولا اللور، اكتر في الناس اللي هم ايديوكيتد ولا لا، اكتر في الناس اللي هم شغالين في مهن معينه او لا. ليه؟ لان ده بناء عليه هيديني اكستنت للبروبلم موجوده قد ايه، وبالتالي بالنسبه للميديكيشن وبالنسبه للسايكوسوشيال ريهابيليتيشن. طيب اي مرض في الدنيا بنحاول ندور على الابيديميولوجي. من ضمن الابيديميولوجي اللي احنا بندور عليها الجزء الجينيتيك اللي هو العوامل الوراثيه. العوامل الوراثيه يعني ايه؟ يعني كتير قوي من بعض الامراض بنلاقي ان هي بتمشي في فاميليز الفاميليز. عشان كده لما بنعرف المرض ماشي في عيلة او لا بنعمل
حاجه بنسميها فاميلي ستوري، يعني بشوف المريض بساله عندك تاريخ مرضي، حد في الاسره، حد في العيله، الاخوات، الاب، الام، الاعمام، الاقارب من الدرجه الاولى. ليه؟ عشان ده معناه ان العيله دي المرض دوت منتشر فيهم. عندنا زي البانيك ديس اوردر، جنرالايز انكزايتي ديس اوردر، او الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، او الفوبيا. طيب ده فيما يختص بالعيله. في عندنا حاجه تانية بنسميها التوائم، التوين. التوين دول اساسا بنعمل برضه نشوف اذا كان في واحد ليه توين، واذا كان ايدنتيكال ولا نون ايدنتيكال بنشوف ليه، لان احنا لقينا ان تقريبا البانيك ديس اوردر لو في توأم بتحصل فيهم هما الاثنين بنسبة 43%، يعني أقل من 0.5%، وإن البانيك ديس أوردر ده البانيك الجنرال ديس أوردر بتحصل تقريبا 3 من 10 بالنسبة للتوأم.